مشان تشوفني أحسن. بعتذر تأخرت عليك، بس بما أنك بتحب اللعب حبيت ألعب معك شوي. أنت مفكر أنه راح أتركك تسافر من دون ما أقعد معك وأحكي معك من رجال لرجال؟ هات لشوف شو علاقتك بمرت أخي، شو علاقتك بمرتي. شكلك ما رحت على مكتبك اليوم. لو رحت على مكتبك كنت لقيت فيه ملف على الطاولة. ملف شو؟ ملف يجاوبك على كل أسئلتك.